أنا الديناصور العملاق، أكبر ديناصور في الجزيرة، ومحدش يقدر يتحداني، وأنا جعان دلوقتي، أقدر آكل أي حد على الجزيرة، فين الديناصورات الصغيرين عشان آكلها؟ استنى هنا ما تجريش، هتروح مني فين؟ ما تاكلنيش ما تاكلنيش، الحقوني، حد ينقذني من ديناصور العملاق. استنى هنا ما تجريش، هتروح مني فين؟ احنا لازم نتجمع كلنا ونشوف حل للديناصور العملاق ده. ايوه لازم نشوف حل، احنا مش كل شويه هنهرب منه، لازم نشوف حل. احنا لازم نتجمع كلنا ونضربه علقه علشان يحرم ان هو يجري ورانا تاني. انا ديناصور عجوز وهو ديناصور عملاق، هيضربكوا بضربه واحده يموتكوا كلكوا. طب والحل ايه؟ لو فضلنا كده هيموتنا. انا جي وي انا جي وي بصوا بقى، انا اقدر عليه، انا اسرع واحد فيكو وكمان بطير، وهو ما يقدرش يطير ورايا، انا اقوى واحد ممكن اقدر عليه. طيب يا ذكي، انت هتطير وهو مش هيقدر يطير وراك ويمسكك، ماشي، انما هتقدر عليه ازاي وانت طاير في الجو؟ انا عندي حل، هو صحيح الديناصور عملاق لكن مش ذكي، واحنا اذكى منه. احنا نحفر حفره كبيره قوي، ونغطي الحفره دي بالعشب واوراق الشجر، ونحط عليها قطعه اللحمه، واول ما يقرب من اللحمه هياكل، هيقع في الحفره الكبيره ومش هيطلع منها تاني. الشجر وأغصان الشجر والعشب، أنا جعان. إيه ده؟ لحمة هناك أهي، لحمة هناك أهي، أما أروح أكلها. ها ها ها. ايه ده؟ الحقوني الحقوني، طلعوني طلعوني، الحقوني، حد ينقذني. هاي وعشان تفهم وتعرف ان الحجم الكبير والقوة مش كل حاجة، اديك وقعت يا غبي في الحفرة اللي احنا عملها لك. ها ها ها، شوفوا الديناصور العملاق بقى عامل ازاي.